عدة أوضاع حتى عرفت إيش السبب في ضياعي كم ساكنة في داخلي كل الأوجاع حتى همومي كل يوم في اتساعي ضاع الوفا والصدق بين البشر ضاع والغدر أصبح في زمننا جماعي الناس في الدنيا ترى أشكال وأنواع والبعض سماه مثل سم الأفاعي صديق في الصحبة منافق وطماع صديق تلقى فيها خص انطباعي للمصلحة يصحبه شخص بياع وقت المواقف يتركك في الخلاوي والبعض طيب حامل زين الأطباع صديق في الصحبة مثقف واعي وقت الشدايد يطرحك بين الأضلاع يصير درعك دوم وقت النزاعي والجيد يعرف ما سكن قلبها طماع حل الوفا والجود محكم وراعي ما يعرف الشينة وكثر الخداعي في المجتمع تلقاه إنسان واعي وجه الكريم بالنور لامع وسطاح ما يعرف الشينة وفعل الخداعي والفرق بين الناس بالصيت ينداع كلا وصيته على الخلايق مذاعي ولا توثق بمن هو على المال ملتاع ساعة يريد المال يبيعك بصاعي لحد يلوم الوقت دام الوفا ضاع الناس منهول الوفا ما يراعي والختم صلى الله على خير الأشفاع وله صحبه وكل اتباعي والختم صلى الله على خير الأشفاع وله صحبه وكل اتباعي صديق في الصحبة منافق وطماع صديق تلقى فيها خص انطباعي للمصلحة يصحبه شخص بياع وقت المواقف يتركك في الخلاوي والبعض طيب حامل زين الأطباع صديق في الصحبة مثقف واعي